وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلته تعقيبا على كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة ربط سوق العمل بالتعليم. وأشار الرئيس إلى أن هناك 700,000 خريج جامعي سنويا، وهو أمر مقلق، خاصة وأن سوق العمل لا يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين. لما أعمل اختبار ل 200,000 من خريج الحاسبات وكلية الهندسة، ألاقي المعايير تنطبق على كام؟ أي حد من السادة الزملاء يقول اللي ورا مني كام؟ 50%. أنت كده مش بتظلم شبابنا؟ مش بتظلم شبابنا؟ مش بتظلم تعليمنا؟ 50% يعني 300 400 ألف، ألاقي فيهم 150 ألف؟